تعال. كنت فين امبارح يا ده ابراهيم؟ ناجي باشا؟ لا مفيش، ده احنا نزلنا نتمشى شوية، أصل الجو كان حلو فقلنا نعمل شوية رياضة. وعملتوا شوية رياضة؟ للأسف، شوية تمارين خفيفة، أصل الرياضة رياضة ممنوع هنا. تعرف يا باشا، انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط الشيوعية عمل حالة من عدم التوازن في العالم، أدى إلى ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، اللي هو إيه بقى؟ تحكم القوة الرأسمالية الواحدة في مصائر العالم التالي، وكل ده بسبب البروسترويكا. إيه واد الثقافة اللي حطت عليك فجأة دي؟ ده أنت كنت تافه، ما تعرفش الألف من قوس الدور، أنت جبت الكلام ده منين؟ أصل إحنا عدينا على المركز الثقافي الروسي. والله؟ بس الناس إيه يا باشا؟ ما شفتش حلاوة كده ولا طعامة ولا جمال. في المركز الثقافي الروسي. ده انتوا قعدتوا بقى. ده احنا خدنا ودينا معاهم كتير، ده احنا قضينا الليله كلها هناك. كنتوا فين امبارح يا عبد الجليل؟ كنتوا فين امبارح؟ في قهوة العروبة يا باشا. قهوة العروبة ايه يا حيوان؟ ده كان المركز الثقافي الروسي. ما انا مش عرفني القهوة العروبة قلبت ثقافي روسي. انا مش بقول لك يا باشا ده جاهل، ده فاكر القهوة مركز ثقافي روسي. شوف ياض انت وهو. انتوا لا كنتوا في قهوة ولا كنتوا في المركز الثقافي الروسي. انتوا كنتوا في كباريه الصيع. وانا الحق عليا اللي نزلتكم بعد الساعة 8. وانت فكرك يعني يا باشا احنا رحنا الكباريه ده للمسخره وقله الادب؟ امال علشان ايه؟ لطلاق الحضارات، احنا لما نعمل تبادل ثقافي ما بيننا وبين الجنسيات التانيه ده بيوسع مداركنا، صح يا عبد الجليل؟ بيوسع مراكبنا. مداركنا. بيلسع مراكبنا. عليا الطلاق يا باشا، هم ستة بيرة هم اللي جابوا من الاخر معايا. يلا نجار انت وهو. النهارده النبطشيه بتاعتكم وزاهر وتهامي هم اللي هينزلوا. يلا اطلعوا لفوق. يلا بالراحة بالراحة بالراحة. قهوة يا حمار. ايه يا جدعان في ايه؟ ناجي باشا كل اللي يهمه حد يقعد جنب الفلوس، أي حد. اسمع يا إبراهيم، ما دام ناجي باشا قال لك تقعد أنت عبد الجليل بقى لازم أنتوا اللي تقعدوا. يا جماعة إحنا ننفذ كلامه بقى بالحرف الواحد. يا نهار مش اسمك يا جدعان، يا نهار مش اسمك إيه؟ أنتوا ما سمعتوش إبراهيم؟ الله ولا كنتوا نايمين يعني؟ الراجل بيقول 1000 دولار لكل واحد فيكم يقعد بس جنب الشنط وانا اسمه حارسها. الله ولا هو رزق اللي هيبلع المجانين يعني؟ ما احنا كنا في مصر بنقعد نبرم كده على ربع المبلغ ده وما بلاقيهوش. ولا هو نفسي فيه واقول يخيب. يا عم دي عالم فقيريه مش وشنا يا عم، احنا نقلع. يلا استنى بس يا ابراهيم استنى بس. طب هنقول ايه لناجي باشا بس؟ يا عم يا حكايه ما تقول له اي حاجه، قول له قلنا لابراهيم ما جالناش مزاج ننزل، وكمان هو ناجي باشا فاضلنا ما قعد مربط مع المزه اللي معاه تحت وعايش الحدوته بتاعته. انجزوا. مبروك عليكم وعليك. يلا يا معلم. مبروك يا
لك يا باشا، انا خلاص مش قادر، انا عايز اخدك ونخرج بره المكان ده في حته انا وانت لوحدنا. مش ممكن ابراهيم، انا ممنوع يخرج من هنا خالص، لو حصل ده يرحلوني من سوريا تاني يوم. يا باشا انا ماشي بكره، انا راجع مصر، خلي عندك دم بقى. اهدى اهدى يا ابراهيم، مش تعمل كده. طب اشوفك مره واحده بس، مره واحده نبقى انا وانت وعلينا باب مقفول، بدل الاشكال الزباله اللي عماله تبحلق فينا دي. انت عارفه عشان اجي اشوفك النهارده انا دافع كام؟ 2000 دولار. عشان بس اشوفني دافع 2000 دولار؟ ليه؟ لزميلي في الشغل عشان يقعد مكاني. 2000 دولار عشان يقعد مكانك ليلى؟ انت بتشتغل ايه يا ابراهيم؟ انا بشتغل مليونير. اهي الاه دي بقى هي اللي دفعتني 2000 دولار النهارده. بقول لك ايه؟ ما تاخديش 2000 دولار زيهم وتسمعيني الاه دي في اوضه. طيب اسمع يا ابراهيم، الليله دي مش هينفع. بقول لك ماشي بكره. بكره طياره الساعه كام؟ الساعه 6، بس لازم اكون في الاوتيل الساعه 3. كويس كتير، احنا ممكن نخرج من الهوتيل الساعه 2 الظهر. انا هقابل انت قدام الهوتيل بكره وهنروح عند واحده صاحبتي. انا عندي مفتاح الساعه بتاعها. نقعد ساعه مع بعض وانا ودع بعض، انت يا روح مطار وانا ارجع للهوتيل. هنقعد ساعه واحده بس مع بعض؟ ساعة ونص. لا لا، ساعة ونص ماشي. هو زي ما انا بقول لك كده يا معلمه، هم 20 دولار اتفقنا يا بنت الناس. اهلا وسهلا، ما اتفقناش انت حره. وبعدين انا هاخدك مكان اكلك لقمه كده رملك بيها عظمك، وبعدين نقوم رايحين على مكنة نقعد فيها ساعتين ثلاثه، واقوم هبق على المطار عشان عندي معاد طياره. ها اتفقنا؟ اتفقنا. اشربي يا معلمه كده وراح راحي. الحفلة بتاعت بكرة دي لازم تحضريها، مهمة أوي يعني. دي مش حفلة، دي ريسبشن للسفارة الأمريكية اللي عاملاه، وبعدين هيبقى في ناس من بلاد كتير هيتكلموا، وأنا هبقى سبيكر.